السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من المكان اللي العدو الصهيوني عمل في مذبحة من أبشع مذابح التاريخ البشري كله، قتل 80 طفل مصري في المكان ده، هو في مدرسة بحر البقر، مذبحة بحر البقر الابتدائية سنة 1970. بوجه رسالة لمحمد رمضان بعد ما حضن الصهاينة ورقص مع الصهاينة والصهيونيات في الحفلة، بوجه رسالة لمحمد رمضان اللي عمل حاجة أخطر من التطبيع مع اليهود، وهي التطبيع مع البلطجة والتطبيع مع إفساد جيل كامل. يا جماعة بوجه رسالة لمحمد رمضان، بقوله نسيت رمضان، نسيت رمضان المكان ده، هو سنة 1970 يوم 8 ابريل بالطيارات الفانتوم اليهود ضربوا المدرسة هنا هوت وقتلوا 30 طفل وشوهوا 50 طفل ودمروا مستقبلهم وعملوا مذبحة مروعة في المكان ده. ونسيت رمضان، نسيت مذبحة صبرا وشتيلة اللي شارون دخل قطع اعضاء الاطفال المسلمين وعملها عقاد وقعد يتفشخر وجاب واحدة حامل فتح بطنها بالسكينة وطلع الجنين بعد ما قتلها وده بح الجنين. نسيت يا رمضان، نسيت مسبحة بيت جالة اللي دخل اليهود على بيت من بيوت المسلمين وحطوا الناس فيه وولعوا فيهم احياء. نسيت يا رمضان، نسيت مسبحة كفر قاسم اللي راحوا القرية والفلاحين في الغيطان وقالوا روحوا حالا، اهو عمدة القرية قال ازاي، وقفوا على باب القرية اي حد داخل ضربوه بالنار قتلوه. نسيت يا رمضان، نسيت يا رمضان مسبحة دير ياسين اللي اليهود جابوا المسلمات خلعوهم ملابسهم ولففوهم في شوارع فلسطين عراية عشان يقولوا انهم علموا على المسلمين. نسيت يا رمضان، نسيت أسرى 67 المصريين اللي اليهود خلوهم يحفروا قبورهم بأيديهم وبعد كده قتلوهم ورموهم في القبور بتاعتهم، ولما كانوا عايزين يعرفوا الضباط عشان يقتلوهم من العساكر فجابوا مية ساقعة وبعد ما عطشوا الجنود جم كله يجري يشرب المية قالوا لهم الضباط يشربوا الأول، جير الضباط قتلوهم كلهم. نسيت رمضان، نسيت اللي عملوه فينا في أسرى 67، نسيت اللي اليهود عملوه فينا، نسيت كل ده، نسيت اللي عملوه في الأنبياء، نسيت إنهم قالوا على سيدنا لوط إنه زنى مع ابنته، نسيت إنهم قالوا على سيدنا سليمان إنه هو عبد الأوثان قبل ما يموت، نسيت اللي عملوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وإنهم حاولوا يقتلوه. كل واحد بيحاول يطبع مع اليهود هو شريك، شريك في كل جريمة من جرائمهم في حق رسول الله، في حق الأنبياء، في حق الإنسانية، في حق الإسلام، في حق المذابح اللي حصلت في فلسطين. نسيت انا لو انت نسيت اوعوا تنسوا يا شباب، اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا محمد الدره وازاي قتلوه، اوعوا تنسوا يا شباب، اوعوا تنسوا مذبحه الفجر في الحرم الابراهيمي اللي قتلوا فيها عشرات المصلين وهم بيصلوا الفجر، اوعوا تنسوا اليهود عملوا فينا ايه، اوعوا تنسوا اللي عملوه فينا على مدى 1400 سنه، اوعوا تنسوا لو في مجي ماتش اهلي وزمالك، اوعى تنسى او تتشغل عن قضيه فلسطين. لو حصل اللي حصل، لو اتجوزت في يوم من الايام العريس اللي نفسك فيه، اوعى تنسي ان ربنا سبحانه وتعالى جعل ارض فلسطين دي بدايه التاريخ ونهايته. سيدنا ادم لما نزل بنى الكعبه وبنى المسجد الاقصى، يعني فلسطين دي بدايه التاريخ ونهايته، ارض المحشر والمنشر. اوعى تنسوا يا شباب ان الشمس وقفت ليوشع بن نون وهو بيحرر فلسطين، ان دي ارض المعجزات اللي فيها هينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورأي يهودي برضه في تحرير فلسطين. اوعى تنسوا ان دي ارض المعجزات اللي اتولد عليها عيسى من غير اب، اوعى تنسوا ان دي ارض المعجزات اللي رفع عيسى فيها من السماء، اوعى تنسوا ان دي ارض المعجزات اللي رفع سيدنا محمد فيها في المعراج للسماء، اوعى تنسوا ان فيها قبر المسيح الدجال في اخر الزمان، وان فيها قبر سيدنا ابراهيم، وان فيها قبر، وان هيبقى فيها قبر سيدنا موسى بينه وبينها بين الارض المقدسه رميه بحجر. اوعى تنسوا التاريخ ده، واوعى تنسوا لو الدنيا كلها نسك، لو جالك ملك الموت في يوم من الايام وانت بتموت، اوعى تنسى توصي ولادك بفلسطين، الارض اللي الانبياء رووها بدمهم. نسيت يا رمضان، نسيت كل ده. لما نقيب المسلمين يقول محمد رمضان مش بالغباء ده، طب دي حقيقه ولا مش حقيقه؟ عايزين رد، عايزين رد يا جماعه. احنا مش عايزين ننسى فلسطين، مش عايزين ننسى الارض اللي اغلى عند ربنا من اي ارض في الدنيا تانية غير مكه والمدينه، مش عايزين ننسى ديننا وعقيدتنا لانها قضيه عقيده الحاجه الاولانيه. بالظبط كده، هو ايه اللي نعمله مع اي حد بيحاول يطبع زي رمضان ولا غيره؟ الانفولو والديسلايك، لازم المجتمع كله يلفظ الناس دي، لازم المجتمع كله يلفظ النتاج ده، الناس اللي بتفسد الاجيال، الناس اللي بتدمر دين وعقليه ونفسيه الشباب، لازم كل دول يتخلى عنهم ويفهموا ان هم لوحدهم. الحاجه الثانيه، القضيه الفلسطينيه، مين اللي هينصر فلسطين؟ اللي هينصر فلسطين زي الطفلين اللي قتلوا ابو جهل في غزوه بدر كده، اللي عندهم عقيده، هم طفلين ضعفاء وده ابو جهل وحوالي الحراسه، ولكن عندهم دين وعندهم ايمان وعندهم عقيده،
اللي هينصر فلسطين اللي عندهم عقيدة. اليهود يا جماعة اضعف خلق الله، ربنا نصرنا عليهم في 73 بالمية، حطم اسطورة خط بليف اللي كانوا بيقولوا بالقنبلة النووية لازم اتحطمت بالمية، ربنا نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وهم 6 اضعاف في خيبر بالرعب. ربنا بينصرنا على اليهود، بس لما يبقى في قلوب، لما يبقى في رجالة، لما يبقى في ناس عايشة قضية الدين، قضية فلسطين، قضية عقيدة. القضية دي في رقبتكم، اوعوا تنسوها طول الحياة، مهما نسى اللي نسى، ومهما تخلى اللي تخلى، ومهما باع اللي باع، اوعوا تنسوا واوعوا تتخلوا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ان ننصر دين الله، نسأل الله ان يستعملنا ولا يستبدل بنا، نسأل الله الا يخذلنا ولا يهيننا بان نقف مواقف مسيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، او ننصر اعداء الله. كل انسان بينصر اليهود او بيطبع مع اليهود هو شريك لهم في كل مذابحهم وكل جرائمهم وكل اغتصاباتهم وكل انتهاكاتهم وكل جرائمهم في حق الانبياء، مش في حق فلسطين بس. اوعوا تنسوا قضيه فلسطين يا شباب، واوعوا تتاثروا. كل دي فضايح لناس انتوا بتعاملوهم نجوم، وفي الاخر يتفضحوا قدامكم قد ايه ان هم بسبب فلوس زهيده لا تساوي شيء ممكن يبيعوا اي قضيه واي مبادئ. اعرفوا بتمشوا ورا مين، واعرفوا بتسمعوا لمين، لان ربنا بيقول وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. لو كنا نسمع، يا ريتنا ادينا ودنا لاهل الدين، يا ريتنا ادينا ودنا للناس اللي بتنور لنا طريقنا. هنا يا شباب اهو النصب التذكاري، اسماء الاطفال اللي اتقتلوا اهي مكتوبه قدامكم، النصب التذكاري للاطفال اللي اتقتلوا ببراءه من الصهاينه. فكروا محمد رمضان، وفكروا كل اللي بيطبع مع اليهود بالمنظر ده. احنا بقالنا 5 أو 6 ساعات مسافرين، العربيه غرزت في الطين، وهدومنا غرزت في الطين، وشفنا اللي ربنا وحده بيه عليم، عشان اجي اعمل المقطع ده، الرساله لمحمد رمضان ولكل انسان، ويقينا ان الكل فيه خير، ويقينا ان الكل فيه خير من قدام المنظر ده، عشان نفتكر مين عدونا ومين حبيبنا. جزاكم الله خير.